ريجينا غادي تمشي لانه عنده واحد المشكل في الفيزا ديال الامريكان. باي. اخر شيفت ديالي يلا ساليت عرفتي البرد. عرفتو هاد البحر كي داير. يلا وصلنا لهاد البحر ديال كانكون في المكسيك. بو هادي جزيرة إلا دي موخيريس كاينة حدا كانكون تقريبا. هذا هو الفايب فيها كي داير. عبارة على البحر. من ليه كاينين لي زوتيل. ايه فوالا هنا لي ريلاكس بنادم تشيلي. صراحة كوان واعر ما كرهناش كون زدنا شي يامات هنا، ولكن للأسف جاي واحد الريح من جهة بزاف وما نقدروش. خصنا نمشيو في اسرع وقت ممكن قبل ما تبدا داك العاصفه. غتشدنا داك العاصفه حتى النهار الاخر باش نقدروا نوصلوا للهوست ديالو. وهذه هي السميه ديال هذه الجزيره الا دي موخيريس. موخيريس كتعني جزيره ديال النساء. كاين بلايص ديال لي مساج. فوالا مساج على البحر. الباطويات الا بغيتي تمشي شي اكسكيرسيون على برا كتمشي كتخلص وتمشي في هاد الباطويات. كل ريستورون على البحر. صراحة كوان واعر جيت دوز فيه العطلة واحد السيمانة ولا جوج سيمانات. واخا شوية هي غالية واحد شوية، ولكن كتبقى مقارنة بهذا الشيء اللي عاطيك هنا، مقارنة بهذا الفيو بهذا الشيء كامل. بس وردت تستحق زعما واخا غالية شوية. جزيرة إلا دي موخيريس كتعتبر من أحسن الجزر في المكسيك، لذلك كتعتبر ديستيناسيون رقم واحد بالنسبة للأمريكيين. كيجيو لها لأنه أول حاجة قريبة، وثاني حاجة رخيصة، ثالث حاجة يقدروا يهربوا من البرد ومن فصل الشتاء لهذه المنطقة هذه اللي ديما فيها الصيف. للأسف ريجينا غادي تمشي لأنه عندها واحد المشكل في الفيزا ديال الأمريكان. She have a problem in the US visa, so she can't join us. ياه فدابا غتشد الطياره الامريكان. باقي لنا 4 ايام ديال الطريق، غنمشيو ثلاثه بينا وهي غتبقى هنايا وغتشد من بعد الطياره الامريكان. المشكل اللي كان هنا هو انه ريجينا عندها باسبور الماني، يعني انهم يقدروا يدفعوا الفيزا ديال امريكا غير اونلاين، لكن بدك الفيزا عندك الحق تدخل غير في شي حاجه كوميرسيال، شي طياره ولا شي باطو يكون كوميرسيال. 4 دايز اور 3 gonna be flying. ولكن في الحاله ديالنا حنا الباطو ديالنا بريفي، يعني ما تقدرش تمشي فيه، تقدر تمشي غير في طياره ولا الباطويات اللي كيكونوا كوميرسيال. لذلك هي بقات هنا في المكسيك وغادي تشد الطياره ومن بعد تجي عندنا من بعد 3 ايام ولا 4 ايام فين غنوصلوا لامريكا. الدنيا تبدلات بالزربه من داك الجو مشمش ديال كانكون والبحر صافي وزرق لهذا الجو هذا وسط المحيط والريح. هنا الصراحه افتقدنا ريجينا، لانه دابا تزادت علينا الخدمه اكثر ولينا كنشدوا المراقبه 5 سوايع عوض كون فاش كنا كنديروا 4 سوايع. انا هنا جالس حاضي هاد الباطويات كاملين، رجعت الزوم اللور باش نشوف شحال ضربنا ديال الطريق، وتما شفت بانه ما بقى لينا قد ما فات. المسافه اللي ضربنا من جنوب افريقيا حتى لهاد المنطقه فين حنا كاينين دابا تقريبا واحد 11000 ولا 12000 كيلومتر. هنا قلت ليليها ليها ما بقى قد ما فات، بقى عاصفه وحده، نهار واحد وغيدوز وان شاء الله كل شيء غيكون وادك. ولكن الشيء اللي طار انتباه ديالي في خليج المكسيك وشي حاجه اللي مؤسفه انه نشوفوها هو التخريب ديال الحياه البحريه هنايا في هذه المنطقه. هذه كاين بزاف ديال التسريبات ديال النفط او الغاز. النفط بشتى انواعه، كاين مره مكرر مره خام كما كتشوفوا هنا، كيبان لكم بانه سيرفاس بحال مزيته واحد شويه، بحال كاين ليسانس من الفوق ولا شي حاجه. الريحه ديالو كتحس بانك جالس في شي ستاسيون ديال ليسانس تقريبا لكيلومترات عديده. هاد الريحه كاينه وهاد السيرفاس كتبان مزيته بحال هكا.
شيء مؤسف بزاف لانه طراو بزاف الاخطاء وتسريبات هنايا في هاد البلاصه هذه، وكيبقى بحال هكاك داك النفط لانه صعيب انه باش يتحيد، خاص ضروري بزاف ديال الكيميكلز باش يتحيد داك الشيء، وصعيب بحال هكا تحط الزيت من فوق الماء راه عمره ما غيتحيد. دابا دخلنا بحال واحد الباي يعني ما بقاوش مواش كبار، مياه جديدة عاد مشيت بالشيخ مواش كبار عاد تتواطا فين هز وهنا كالعادة الصوت ما كيتسمعش لأنه الريح ديما وحنا وسط المحيط، ولكن كنت غير كنشرح بأنه الليلة اللي دازت علينا من أصعب الليالي الصراحة. الخلا ديال بصح المواج كانوا ما بين 3-4 متر وكانوا كيضربونا في الجنب، والريح تا هو كان جاينا في الجنب، وكانت الليلة كاملة وحنا كنزيكزاكيو على الباطويات لأنه الترافيك بزاف في هاد المنطقة هادي، بزاف ديال الباطويات لأنه قربنا لأمريكا، وكذلك بزاف ديال المنصات ديال البترول. وبالليل كيبان غير الضو ديالهم وما كتعرفش واش تدوز على اليمين ولا تدوز على اليسار، واش كاينه شي حاجه ما بيناتهم كتبلوكيهم. بعض المرات كاينين ايضا باطويات ديال الصيد، كان صراحه بزاف ديال الباطويات وكيبقى يبان لك الضو بزاف. بعض المرات كيسحبك راه بحال وصلت لشي مدينه وهما غير باطويات وخاصك تنافيغي ما بينهم وتشوف خاصك تدير الحل، لانه عندك الشراع حتى هو خاصك تضرب ليه البلان ديالو وخاصك تحسب كيفاش تمشي. سودازت ليله مرهقه بزاف. شويه هذا هما اللي عطيتهم باش كان خليه خاصك تصوم اصلا ما خاصش الطريق كامل وحنا جايين الصراحه الصوت وبعد المرات فاش كيكونوا بحال هاد الباطويات هادو ولا شي منصه ديال البترول قدامنا، ما كيكونش عندنا حنا كامل الحريه باش ندورو فين بغينا. بحال فهاد الحاله هادي الريح كان جاي من اللور وما نقدروش نمشيو اكثر من هكا على اليسر، سينو غيتقلب الشراع وغيتهرس وغنوليو في مشكله. لذلك هنا خصك تكون عارف بالضبط اش كدير، لانه البحر مره كيجي كيختبرك، والمعرفه ديالك بالابحار هي اللي غتقرر المصير ديال الباطو ديالك والمصير ديال الناس اللي معاك. لذلك كنقولوا ان العواصف هي اللي كتصنع البحاره ماشي الايام الهاديه. اخر شيفت ديالي انا ساليت، دابا حنا فاش كنساليو الشيفت كنكتبوا الوقت. هذا شحال من مايل درنا؟ درنا 8000 مايل تقريبا، واحد 12000 كيلومتر. هذا الريح جاي زعما من الشرق، كاين ايست ايست نور ايست الشرق شمال الشرقي. السرعه ديال الرياح البحر كان قبيله راف، دابا ولا موديريت ولا شويه، هنايا كان قاس بزاف. هذه السرعه باش كنا غاديين تعود نوت تي اللي هي تقريبا واحد 17-16 كيلومتر في الساعه. وهذه الاحداثيات فين كاينين حنا دابا، وهذا كتكتب شنو طرا. مثلا انا كتبت هنايا ان فورد سام اوف ذا هيلز، هذا هاد الشيء راه هذا حليته واحد شويه. من بعد دابا حنايا كروزين بتوين ان كورت شيبس، زعما حنايا غاديين ما بين هاد الباطويات اللي هي الفاس ديالو. فاينلي ماي لاست شيفت، اليوم زعما اخيرا اخر شيفت ديالي اخيرا سالينا. اول كروزين كاين ها فين كاينين حنا غاديين ما بين هاد الباطويات، من بعد راه غندور هنا كنكون من واحد الساعة ونص ولا ساعتين. ليلة دازت قاصحة ولكن ضروري من شوية ديال الدراما قبل ما تسالي. There we go finally the American flag in the air. أخيرا غنهزو الترافو ديال الأمريكان، لأنه دابا فين ما كنوصل لشي بلاد كتعلق الراية ديالها. دابا أخيرا officially in America. وكما معروف انه الكاميرا عمرها ما كتبين لك العلو ديال الموج لانه خاصك نظاظر 3 دي باش تشوفهم، ولكن هنا كان دايز محدانا هاد الكارغو شيب وهنا فين غيقدر يبان لك العلو ديال الموج. العلو ديال داك الباطو تقريبا 30 متر وشو الموج حتى اللي كيضرب ليه. واخا نورمالمون هنا كنا وصلنا للباي يعني واحد المنطقه اللي شويه مسدوده ما كيوصلهاش الموج بزاف مقارنه بالبارح بالليل. يورينات فاينلي ذا لاست مايلز Almost there. The last miles were hectic, eh? What's the first thing you're gonna do? Take off my wet socks.
واخيرا وصلنا. باقي ما حطيناش رجلينا في اليابسه، ولكن كنتسناو دابا مول الباطو يجي. راهو جاي. هلاو دابا مول الباطو هو اللي ضربنا عليه هاد 70 يوم باش نوصلو ليه الباطو ديالو. يس يس مان. And there's Vishino! It was very cold. Guess what? It's also cold in London. Finally! Is that my pants? Yeah. Do you want to have one of my pants? Yeah! Oh, you're so really cold! I know, right? Hello, hello, Bato. Wassalam. American. I'm داخل الامريكان ثاني. Everyone is warm in their hand. ارتي البرد كلشي كيسخن يدي هنا بالعافية. It's freezing. Freezing. ارتي البرد عز الجهد والشتا. فوالا الامريكان. اي 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 Yeah. It's literally a couple of inches. Yo, man. That's really dodgy. Neri man. Oh, I just don't know how to cover this. American. عرفتي باش توصل للميريكان باطو من جنوب افريقيا 70 يوم؟ صراحة شي حاجة اللي هذيك غتبقى ليا ذكرى في حياتي كاملة. فريمون ما عرفت واش غتعاود عاوتاني مرة أخرى، ولكن فخور جدا بهاد الرحلة. Don't play around with it. No, it can really hurt. Yes. Finally, we made it. Lovely. Renette. Can I help you guys? Cheers. Cheers. ستة العشية هادي وصلنا كل شيء داز وداك. فوالا هادي الدار ديال السيد والباطو ديالو وصل على خير وبخير. حتى حاجة الحمد لله ما تقاست. الدرب شو الدرب كي داير ديالو؟ عرفتو لي 70 يوم ما حسنت مني بدينا الرحلة ديال الباطو، قلت نخلي الحياة نشوفو فين توصل. ناري كي وليت كنبان شاكك. I hope you're gonna still love me. جيت غريب بالموستاج. مش عارف شي بنادم كبير عنده 40 عام بحال الدراب كي صحاب الدربوكة. شي يقول لي الدبانة هادي نحل. شي اللي وليت مختلف تماما. إذن هنا للأسف سالوا جميع الأجزاء وسالت الحلقة الأخيرة في هذه الرحلة اللي دامت من جنوب إفريقيا تل أمريكا 70 يوم في قارب شراعي. بغيتكم تخليوا لي في لي كومونتير واش عجبتكم هذه الرحلة، بارتاجوا مع أصحابكم باش كل شي يشوف هذا الشيء، ولما لا نلقاو شي واحد اللي يدعمنا في الرحلة الجاية اللي غتكون إن شاء الله بوحدي في قارب شراعي سولو على العالم كامل.